السلام عليكم، ازيكم؟ سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنكمل مع بعض الفيديوهات. هنبدأ من الدرس 106. قبل ما نبدأ فيه هنراجع مع بعض على الكسور. احنا عارفين ان الكسر هو جزء من مجموعة اجزاء متساوية من الواحد الصحيح، وان انا عندي الكسر ده بيتكون من بسط ومقام، البسط فوق والمقام تحت، وما بينهم شرطة الكسر. والكسر ده لما باجي اكتبه بكتب عدد الاجزاء المظللة فوق على العدد الكلي تحت. انا عندي عدد الاجزاء المظللة اللي هي البسط بكتبها فوق، والعدد الكلي للشكل بكتبه تحت في المقام. طيب عرفنا برضو ان انا عندي الواحد الصحيح ده فيه نص زائد نص، فيه نصين، يعني 2 على 2. طيب وبرضو لو جيت اقسمه لتلاتة هي تلت زائد تلت، او 3 على 3. وبرضو لو جيت اقسمه لاربعة هيديني ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع، او 4 على 4. وانا عندي طبعا ان النص بيساوي ايه؟ سنة تانية بيساوي ربعين، ربع زائد ربع، او 2 على 4. طيب يبقى انا عندي هنا كم نصفا في الواحد الصحيح؟ لو انا هجيب رغيف كده واقسمه مصاص هيديني كم نص؟ هيبقى فيه 2. طيب لو انا هقسمه على 3 هيديني كم تلت؟ هيبقوا 3 أتلات. طيب لو انا هقسمه الارباع هيديني كام ربع في الواحد الصحيح او في الرغيف ده؟ هيديني 4 أرباع. تعال بقى نبدأ في الدرس 106. الدرس ده فيه لعبة جميلة قوي كان مفروض ان احنا نلعبها مع بعض في الفصل، ان احنا بنجيب حجر النرد وبندحرجه، ولو طلع لنا رقم زوجي بنتحرك دايرتين، ولو طلع لنا رقم فردي بنمشي دايرة واحدة، وبعدين نقرأ الرقم اللي احنا وقفنا عنده. فاحنا طبعا عشان مش هنعرف نلعبها هنقرأ الارقام دي كلها، الكسور دي. انا عندي اول شكل ده مظلل منه جزء واحد بس، يبقى هو انا هكتب فوق في البسط 1. طيب وعددهم كلهم كام؟ ادي 1 2 3، يبقى انا هكتب في المقام 3، يبقى الكسر ده اسمه تلت. طيب نشوف اللي تحته كده الاصفر ده، طب هم عددهم كلهم كام؟ 3، واحنا اتفقنا ان العدد الكلي ده بكتبه فين؟ في المقام، يبقى انا عندي المقام 3. طيب مظلل كام واحد منهم؟ كام مستطيل صغير؟ 2، ادي 1 2، يبقى انا هكتب البسط عندي 2، يبقى الكسر ده 2 على 3، يعني تلتين. طيب ده عندي هنا مظلل كام واحد؟ جزء واحد من كام واحد اصلا؟ من 2، يبقى 1 على 2 اللي هي نص. طيب تعالى كده نشوف الشكل ده، بنلون هنا عندي كام مربع صغير؟ 1 2، يبقى انا عندي البسط اللي فوق 2 اللي هو عدد الاجزاء المظللة. طيب على عدد الاجزاء كلها بقى كام؟ 4، يبقى 2 على 4. تعالى نشوف الشكل ده، هنا مظلل لي الشكل كله، يعني كام جزء؟ 1 2 3، يبقى انا عندي البسط ب3، كام برضو؟ كلهم 3، يبقى 3 على 3 اللي هي الشكل كله. طيب نشوف ده، هنا عندي ملون لي كام مستطيل صغير؟ 1 بس، يبقى انا عندي البسط ب1. طيب والاجزاء كلها بقى كام؟ 1 2 3 اللي هي المقام، يبقى انا عندي هنا الجزء المظلل بيمثل تلت. طيب تعالى نشوف دي كده، انا عندي هنا ملون كام؟ 1 بس، نكتبه في البسط 1. طيب والمقام كام؟ هما اصلا متقسمين لكام جزء؟ ل1 2، يبقى العدد الكلي 2، يبقى هكتبه تحت، يبقى 1 على 2، يبقى انا عندي الشكل ده اهو، الجزء الملون عندي باللون الاخضر ده بيمثل نصف الشكل. طيب اللي فوق دي هو اصلا لون لي كام جزء منها؟ 1 2، يبقى انا عندي البسط 2. طيب من كام شكل اصلا؟ برضو من 2، يبقى انا عندي المقام برضو 2، يبقى 2 على 2 اللي هي الشكل كله. طب تعالى نشوف ده كده، هنا انا لونت كام مثلث؟ 1 بس. طيب من كام واحد؟ من 4، يبقى 1 على 4، يبقى انا عندي الجزء المظلل هنا بيمثل ربع الشكل. تعالى بقى كده نشوف جزء بتاع تأمل هنا، بيقول لي يقول اشرف ان ربع الازهار زرقاء، وتقول سارة ان هذا خطأ لأنه لا يمكن استخدام الكسور لوصف مجموعة من الأشياء. طيب تعالى كده نشوف، هو أنا عندي هنا كلهم كام وردة؟
أربع وردات، يبقى أنا عندي المقام هنا هيكون أربعة، يبقى المقام هنا أربعة اللي هو العدد الكلي بتاع الوردات. طيب عندي كام واحدة منهم زرقاء؟ عندي واحدة بس اللي هي هتكون البسط، يبقى أنا عندي البسط واحد اللي هي الوردة الزرقاء على عدد الورود كلها اللي هي أربعة، يبقى واحد على أربعة. يبقى طلع كلام أشرف صح في الأول، وإن ربع الأزهار دي فعلا زرقاء. تعالوا بقى نشوف الدرس 107. في الدرس ده مفروض ان احنا برضو هي عبارة عن لعبة بمجموعة بطاقات، بنسحب منهم بطاقة والكسر اللي بيطلع لنا بنكتبه في الصفحة دي. فاحنا هنبدأ في الدرس ده من الجزء الثاني منه. في الجزء الثاني ده عايزني اكتب قيمة الكسر اللي بتعبر عنه الكرات الحمراء دي، يعني عايزني اشوف الكرة الحمراء دي بتمثل كام من الكرات دي واكتبه في شكل كسر. طيب احنا اتفقنا ان انا هكتب العدد اللي انا عايزاه في البسط والعدد الكلي في المقام. طيب تعال نشوف كده، انا عندي هنا كام كرة حمراء؟ كرة واحدة بس، يبقى انا هكتب في البسط واحد. طيب هما اصلا كام كرة؟ كلهم العدد الكلي بتاعهم كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى انا هكتب في المقام اربعة. يبقى انا عندي الكسر اللي بتمثله الكرة الحمراء في أول سؤال معانا هنا اللي هو ربع، يبقى ربع الكرات اللي عندي دي كلها لونها حمراء. أما طبعا لو سأل بالنسبة للكرات الصفراء يا سنة تانية، نخلي بالنا ان احنا هنكتب ان البسط بتلاتة. طيب ويبقى ساعتها المقام بكام؟ المقام برضو بأربعة، لان انا عندي المقام هو العدد الكلي. طيب تعالى نشوف اللي بعدها كده، هنا برضو عايز اشوف الكسر اللي بيعبر عن الكرات الحمراء. طيب انا عندي كام كرة حمراء؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى انا هكتب البسط بتلاتة. طيب والعدد الكلي اصلا بكام؟ طيب افرض ان هو عايز الكسر اللي بيعبر عن الكرة الصفراء، هكتب ساعتها ان البسط بواحد لان انا عندي هنا كرة واحدة بس اللي صفراء. طيب ويبقى العدد الكل بتاع المقام بكام؟ برضو باربعة، يبقى الكسر اللي بيعبر عن الكرات الحمراء هنا تلاتة على الاربعة، يبقى تلات ارباع الكرات دي لونها احمر. طيب وربعها لونها اصفر لان انا عندي واحدة منهم بس، وكرة واحدة من اربع كرات لونها اصفر. طيب اللي تحتها دي انا عندي كم كرة حمراء؟ كرة واحدة بس، يبقى انا عندي البسط بواحد. طيب والمقام بكام؟ واحد اتنين تلاتة اللي هو المجموع الكلي، يبقى المقام عندي بتلاتة. يبقى الكسر اللي بيعبر عن الكرات الحمراء هنا كام؟ هو واحد على تلاتة، يبقى تلت الكرات دي لونهم احمر. طيب لو سأل على نسبة او الكسر اللي بيعبر عن الكرات الصفراء هنا، انا عندي هنا كام كرة صفراء؟ ادي واحد اتنين، يبقى ساعتها هيبقى البسط اتنين وهيبقى المقام برضو بتلاتة. طيب نشوف هنا برضو عايز الكسر اللي بيعبر عن الكرات الحمراء، انا عندي كم كرة حمراء؟ واحد اتنين، يبقى البسط باتنين. طيب والعدد الكلي اللي هو هكتبه في المقام تلاتة، يبقى اتنين على تلاتة، يبقى انا عندي تلتين الكرات دي لونهم احمر. طيب تعالى نشوف الاخيرة دي كده، عايز الكسر اللي بيعبر عن الكرات اللي لونها احمر. تعالى نعد كده الكرات اللي لونها احمر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى انا هكتب في البسط اربعة. طيب والمقام هكتب فيه كام يا مس؟ هكتب فيه العدد الكلي. طب هم عددهم الكلي كام؟ برضو اربعة، يبقى اربعة على الاربعة، وهو فعلا انا عندي اربع كرات منهم اربعة حمراء، يبقى اربعة على اربعة اللي هي بتساوي الواحد الصحيح، يعني كلهم اصلا لونهم احمر. تعالى كده نشوف السؤال ده مع بعض، هنا عايز ما الكسر الذي يعبر عن التفاح الأحمر؟ أنا عندي أربع تفاحات، واحدة صفرة وواحدة حمرة واحدة صفرة كمان وواحدة خضرة. التفاح الأحمر أنا عندي هنا كام واحدة لونها أحمر؟ عندي تفاحة واحدة بس هي اللي لونها أحمر، يبقى أنا هكتب في البسط واحد. طيب واتفقنا إن احنا بنكتب في المقام العدد الكلي، طب هم عددهم كلهم كام؟ أربع تفاحات، يبقى أنا هكتب واحد على الأربعة، يبقى الكسر اللي بيعبر عن التفاح الأحمر
واحد على الأربعة، يبقى أنا عندي تفاحة واحدة بس من 4 تفاحات لونها أحمر. طيب السؤال التاني، ما الكسر الذي يعبر عن التفاح الأخضر؟ هنا عندي كام واحدة لونها أخضر؟ عندي واحدة بس، يبقى أنا هكتب في البسط واحد، البسط اللي هو فوق. طيب وعلى العدد الكلي بتاع المقام كام؟ هما كام تفاحة كلهم؟ 4، يبقى 1 على 4، يعني ربع التفاحات دي لونها ايه؟ لونها أخضر. يبقى برضو الكسر اللي بيعبر عن التفاح الأخضر بيساوي ربع، وفعلا عندي ان هي تفاحة واحدة من 4 لونها أخضر. طيب عايزة بقى الكسر الذي يعبر عن التفاح الأصفر، عايزة أشوف كام واحدة هنا لونها أصفر؟ 2، أدي 1 2، يبقى أنا البسط عندي هنا 2. طيب وعددهم كلهم كام اللي هكتبه في المقام؟ 4، يبقى 2 على 4، يبقى أنا عندي هنا واحدة بس لونها أحمر، يبقى الكسر اللي بيعبر عن التفاح الأحمر ربع، وواحدة بس اللي لونها أخضر، فالكسر اللي بيعبر عن التفاح الأخضر ربع، بس عندي 2 لونهم أصفر، يبقى الكسر اللي بيعبر عن التفاح الأصفر 2 من 4. طيب تعالى كده نشوف السؤال اللي تحت، هنا عايز ما الكسر الذي يعبر عن العصفورة الحمراء؟ أنا عندي هنا كام واحدة حمراء؟ واحدة بس. طيب من كام واحدة أصلا؟ من 4، يبقى أنا هكتب فوق في البسط 1 اللي هي العصفورة الحمراء، وتحت هكتب عددهم كلهم اللي هم 4، يبقى أنا عندي ربع العصافير دي لونها أحمر، وفعلا واحد بس من 4 اللي لونهم أحمر. طيب السؤال التاني، ما الكسر الذي يعبر عن العصفورة الخضراء؟ عندي كام واحدة خضراء؟ بس يبقى أنا هكتب في البسط 1. طيب وعددهم الكل كام؟ 4، يبقى 1 على 4، يبقى الكسر اللي بيعبر عن العصفورة الخضراء ربع العصافير اللي عندي دي. طيب عايز اشوف بقى ما الكسر الذي يعبر عن العصفورة الزرقاء؟ انا عندي كام واحدة زرقاء في العصافير دي؟ واحدة بس، يبقى انا هكتب في البسط 1. طيب وعددهم الكل كام؟ 4، يبقى المقام عندي 4، يبقى الكسر اللي بيعبر عن العصفورة الزرقاء بيساوي ربع. كده ان شاء الله سنة تانية نكون خلصنا درس النهاردة، نتقابل ان شاء الله المرة الجاية مع درس جديد.